تمتلئ سجون البصرة عن بكرة أبيها بالمتعاطين والمتاجرين بالممنوعات، في وقت تفتقر المحافظة للأبنية الإصلاحية والمؤسسات الصحية المعنية بعلاج المدمنين. غصت السجون أخيرا بالمتعاطين والمتاجرين بالمخدرات في البصرة. هنا قائد شرطة المحافظة يضع الرابعة بتفاصيل ملف المخدرات وحجم انتشارها بعد التوجيهات الوزارية ببناء موقف موحد وخاص لهم. في الآونة الأخيرة أنتم تسمعون مصادمات موية تجار المخدرات وإلقاء القبض على التجار وضبط كميات كبيرة من المخدرات. الأسبوع الفائت 5 كيلوغرام في منطقة القرنة أصلاً أيضاً، وفي مناطق أخرى في قضاء أبو الخصيب أيضاً كذلك. فعلا اكو امتلاء للسجون، لكن السيد معالي وزير الداخليه راح يعالج هذا الامر ببناء سجن مركزي داخل محافظه البصره هذا العام ان شاء الله. منظمات حقوق الانسان تقول ان المخدرات يتم ترويجها في السجون بعيدا عن الرقابه الامنيه، فضلا عن الفشل في التخطيط للخلاص من هذه الظاهره وافتقار البصره الى المساحات العلاجيه الخاصه بالمتعاطين والمدمنين. استمعنا لتصريحات من قيادات أمنية تنوي بناء سجن في محافظة البصرة، أعتقد هذا التخطيط هو ليس بالمستوى المطلوب. يفترض على قيادة شرطة البصرة أو وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة أن تبني مصحات، البصرة بحاجة إلى مصحات لكي تحتضن هؤلاء المتعاطين. لدينا أخبار من شهود دخلوا في هذه السجون يتم ترويج المخدرات داخل السجن، وبالتالي هؤلاء عبارة عن قنابل موقوتة. انتشار المخدرات في البصرة بصورة كبيرة بحكم تلاصقها مع بعض دول الجوار يتطلب جهدا حكوميا كبيرا يتناسب وحجم استفحالها. أخذت تنتشر بين الشباب بل دخلت للجامعات والمدارس، والحلول الحكومية لا زالت تقتصر على الجهود الأمنية فقط. المخدرات التي أصبحت تستفحل يوما بعد آخر تفتقر للتخطيط الاستراتيجي للخلاص منها. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.